السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الابن ديالي رياض نابلسي، ده عنده في عمره 7 شهور. كان عنده واحد المشكل في القلب ديالك، ما اكدوا لي الاطباء، كنا كنلاحظوا فيه منذ الزيز ديالك، كنا كنلاحظوا فيه يعني بعض الحالات ديال الاعياء. انا اثناء الرضاعة ديالك كنت كيعيا بزاف، وكان كان التنفس ديالو ضيق، كان التنفس ديالو ضيق، وكان كيتطرق بزاف وكيعيا في الرضاعة ديالو. ما خلانا هنا نديو عند الطبيب، ملي دينا عند الطبيب قال لنا ان عنده واحد الثقب في القلب، يعني الثقب في 7 ملم، وكان عنده واحد الصمام ضيق. وعاود ردينا دينا طبيب اخر باش نتاكدوا من ان الحاله ديالو يعني نفس، يعني اكد لينا الطبيب الاخر نفس داكشي اللي قال لنا الطبيب الاولاني، وانا بان العمليه خاصه ضروري تجرى لي العمليه في اقرب الاجل، اللي هي في ظرف يعني 15 يوم 20 يوم قليله، يعني تدار لي العمليه في اقرب. قلنا خطورة عليه، ما حد يقدر يعني الصمام اللي عنده، وقلنا ان تكون العملية، قلنا بعد دوز لهم العملية، غتقام العملية ب 12 مليون اللي هي 120 ألف درهم. وحنا الله يحسن العوان يعني الاب ديال رياض، انا يعني داكشي باش خدام على قد الحال، داكشي باش يعني داكشي الله كيف الله يدعم يقضنا في في في, في الاجره ديال الدار، وفي يعني في المصاريف اليوميه، والمبلغ ديال 12 مليون مثلا شنا يعني مثلا شنا نوفرها في الصف هذا الوقت. كنطلبوا من المحسنين، المحسنين اللي كي يعني كيشوفوا لنا الحصه اللي كتشاولي من داك القيمه، كنتمناو منهم انهم يمدوا لنا يد المساعده، وكل واحد باش ما تخاف الله ولا يضيع اجر المحسنين. يعني كل شيء في الورقه بالنسبه الاستفاده، وبالنسبه يعني التكاليف ديال العمليه، وفين غنضر عليه العمليه، كلشي كلشي كاين في الوراق. كنتمناو ان يعني شفتينا في هاد الساعه يقدر الحاله ديالنا، و هاد الشهر المبارك الله يجزيه اجر المحسنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.